حبايبي ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ كنتمنى من الله تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير، وفيديو جديد ونهار جديد، واللي خطيكم عليا يا احلى واغلى متتبعات في العالم. الله يكبر بكم، والله يعطيكم ما تمنيتوا، ونجح لكم وليداتكم، وفرحكم يا ربي بهم، وفرحنا جميعا بوليداتنا يا ربي الحبيب. واللي ما عندوش الله يسهل عليه، الله يعطيه الذريه الصالحه، الله يفرحكم اخوتي حبايب فرج عواشر، والله يبلغنا شهر عيد كبير بالصحه والسلامه وطول العمر واي حاجه كنتمناوها يا ربي الحبيب. وليكم بواحد الفيديو اللي خفيف ظريف، كنتمنى يا ربي يعجبكم. واذا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساونيش باللايكات ديالكم زوينين والكومونتيرات اللي ديما كيشجعوني وكيحفزوني دائما، واللي خطيكم عليا والله يكبر بكم يا احلى واغلى متتبعات في العالم. صراحة الله ملي كندخل الكومنتات ديالكم وكنقراهم كنزيد نتشجع وكنزيد يعني نعمل بزاف ديال الحوايج اللي خطيكم عليا يا احلى واغلى متتبعات. خليكم مع الفيديو حتى النهاية ان شاء الله. راه قوة المرحلة والكرام كيمشي. المهم اليوم غادي نعمل معكم احلى روتين ديال خطيب ظريف، غادي نجمع بيض النعاس ديال هدايا وريحانة، وخليكم معايا موح عليكم. هانتوما كالحبايب ديالي، هذا هو البيت ديال هدايا وريحانه اللي اصلا كتعرفوه، الكمه ديال هدايا والكمه ديال ريحانه. شوفوا غير نضم الناس وبحال زعما جمعوا البيت ديالهم. وهذه الزربي غادي نحيدها ان شاء الله، تكعب ليا صغارين حتى باش رجعت. ها هي المشاغبه ديالنا، هاي شعكوكه. المهم غادي نجمع هادشي كامل وغادي نخرجوا ونجفف هادشي. الدنيا عندي مرونه، ما نقول لكم يا مروناتي، هنايا تفيك هاد العيب ريحانه، هاديك راه مساكن باقيين تما واقفين. تنجمعهم ان شاء الله باش غادي نفرش، يكون قرب العيد ان شاء الله يا ربي الحبيب. خليكم مع الفيديو. هاهي ريحانه، شوفوا ريحانه المشاغب. ريحانه كتاكل فلفله خضراء، شتيها كتاكل فلفله خضراء، كتحمق على شي حاجه سميتها الفلفله، لا الحمراء ولا الخضراء ولا الصبراء، كتحمق عليها. شوف المشاغبه ديالي. المهم الحبايب ديالي خليكم معايا ولي خطيكم عليا. اجي وصالي كنا قونو ديما. شو ريحان اجي قد خصو نصغر لها الصمطه وهي ما عندهاش الصلاه التراوزيت. يوش سي وطلعت باش نجوف. حبيبه ديالي ايه ريحانه تاع زوينه، ما نقص واحد جوج ثلاثه اولاد المغرب. واش حتى نتوما ملي كتجمعوا بيد ولادكم كتلقاو هذا الشيء؟ هذا تاع الناموسيه، المعالق، الخبز. شوف شوف البنات، شوف يلاه جمعتو، والله الا جمعتو. ها هي شوف شوف الخبز، المعالق اللي كان شي حاجه، اللي ضاعت لي شي حاجه غيفتش عليها غيلقاها تحت الناموسيه ديال الاولاد. باينه شوف هانتوما كالحبايب ديالي، من بعد ما جمعت البيت وخملتو عملت هاد الفريش هدايا بحال بعضياتو. ايوا صافي دورت هنايا الفريق ونقوس الارض، مسحت الحيوط، وهاد المجوره عدلتو من هنايا لهاد الاتجاه هدايا. وصراحة الله كنت باغا نقلب الناموسيات، كنت باغا نرجعو من هاد الشكل بحال هيدا، كنت باغا نرجعو نعمل واحد الناموسيه رافينه، واحد الناموسيه هنايا. مني عدلت هنايا الباب ما بغاش يتشد، وانا رجع كيما كانوا. صراحة الله البنات ما كاينش محسن من النقا، كنحس بواحد الراحه خياليه والله العظيم. ايوا صافي البيت ديالي ها هو نقي، ودابا غادي نمشي للكوزينه باش نوجد لهم الغدا ونقوز الفريكونه. ها هي باقا عندي نقوز الارض هنايات وصافي. وخليكم معايا احنا متابعين، يلاه معايا للكوزينه.
شوفوا البنات الدرع ديالي الفيد فين اللي منزل بقوت كنخاف عليه نزلت هنايا ما عندي معلق في الحيط قد ربما نكون هز شي حاجه ويطيح لي ولا شي حاجه ونزلت هنايا واو واحد احساس واعر ملي كتشوفوا حق الله عقبه ان شاء الله الذهبي ديالي من بعد ما كملت الروينه اللي باش نعدل الغداء صيفي وصحي وغزال البنات وانا نعدل لهم واحد طويجن مطيشه بالكفته ونعدل لهم شويه ديال الشلاضه ونعدل لهم شويه ديال الفريت ايوا صافي وخليكم معايا وخليكم مع الغديوه ديالنا بسيطه البنات يلا خليكم معايا وما تمشيو فين عندي هنايا فلفله حمراء وفلفله خضراء عندي هنايا واحد الحبه ديال المطيشه وحبه ديال البصله كتجي البنات تشرب مولاي كتجي غزاله جربوها على حساب دابا غادي نقطع البصله ونخليها تشحن في الطاجين ودابا الكبيدات من بعد ما قطعت البصله ومطيشه وفلفله وغادي نحركهم مزيان زدتهم شويه ديال الزيت وعملتهم شويه القزبر والثومه اللي عندي هنايا صراحه هاد الطريقه واعره والقزبر والمعدنوس كيبقى المذاق ديالهم طبيعي ماشي بحال ملي كتقطعو كتعدلهم في الفريك صافي كيجيو ساهلين دابا غادي نعدل العطريه غادي نعمل شويه ديال التحميره وغادي نعمل ليهم واحد معلقه صغيره ديال السكنجبير وشويه ديال الجزر الكحل هذا شويه تجا بحر بزاف شويه ديال الخرقوم البلدي الشيطان ريحان انا ملي نمشي شويه ديال الكمون كيجي واحد المذاق خيالي كيجي واحد المذاق روعه ما نساوش الملحه حتى هي الفان ديالي ها هي غادي يولي لنا وجدات وريحنا ها هي كطير من المقلة المهم ها هو الطاجين بعد ما طاب عملت له الكرات ديال الكفته هذه غدا ديالي انايا من شويه ديال الشلاضه وشويه ديال البيض اومليت مع السبانخ قريت لهم بطاطا وعملت لهم شلاضه يعني الغدا ها انا الغدا صيفي 100% ديال ولاد الشعب وخليكم معايا حتى نمشيو ان شاء الله للطبيب ماما 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 بغاش ندير عطلة نهار الخميس هدايا عندها العطلة الله ينجحها وينجح جميع التلاميذ الله يفرحكم بهم يا ربي كبير وحتى انا الله يفرحني حتى انا بالهداية ديالي وشكرا لكم الحبايب ديالنا لو وصلتو حتى هنايا منسوش ليا اللايك وبارطاج القناة ومدري مازال مشترك اشترك القناة ديالنا ويفعل جيل الجرس باش يوصلوا جميع الجديد ديال الهداية النبيلة ياه ودابا كنقول لكم بالصحة والراحة وفرجة ممتعة السلام عليكم.